ومن قمم الجبال السويسرية إلى التذكير بأبرز العناوين. محافظ صلاح الدين يشارك بالمؤتمر التنظيمي لحزب تقدم استعدادا للانتخابات باستراتيجية مواجهة التحديات. محافظ صلاح الدين يجدد التزامه إبعاد القرار التنفيذي عن التأثير السياسي ويعد توحيد القرار الأمني ضمانة للاستقرار المجتمعي. ارتياح شعبي كبير لنجاح محافظ صلاح الدين بتنفيذ المشاريع على قاعدة توظيف المال العام لخدمة المواطنين. ضريبة الرواتب تعيد استجواب وزير المالية إلى الواجهة، ودعوات الحوار الوطني هاجس سياسي لم يتبلور. نهاية نشرة قدمناها لكم من قناة صلاح الدين، ألقاكم على خير.